مواقف من حياتنا، احنا شعب مخه مو صاحي، والدليل نحب ريحة البنزين. شيء مو طبيعي، لازم يتم دراستنا. لما كنا صغار كان أبويا ياخذنا لمحطة البنزين، وكنا نحب نجلس جنب الشباك، فبالنسبة لنا هذه الطلعة أحلى طلعة. فاللي يجلس جنب الشباك كانت ريحة عنده مركزة، واللي يجلس في النص ريحة متوسطة، والثالث الريحة شبه معدومة. أما اللي جالس جنب الماكينة حقق بالنسبة له يعني أحلى طلعاته، فيشم الريحة قد ما يقدر يمخمخ، وطول الوقت راح يكون مزاجه عالي إلين الطلعة الجاية. فهنا تبدأ المضاربة الحقيقية قبل الطلعة. عادي، قبل إصدار القرار، أول ما يصدر القرار بالطلعة هنا تبدأ المضاربة والمسابقة عند الباب إلين الكل يتجاكر. وهنا أبويا طبعا ما حيستغرب، يطالع فينا اللايك. هذول أولادي ما في أمل، يقول إشكالكم شبه الحيوانات، عند الباب تتضاربوا، الطلعة كلها تكنسلت، والسبب حركاتكم هذه. فيقول لنا إنه حيعبي اليوم الثاني لوحده. فهنا الطلعة كلها تتكسل بسبب واحد، تتوقع مين هو؟ واحد من الأشخاص هذول المنبوذين،